السلام عليكم، شخباركم؟ أتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. فيديو ديال اليوم هو سمك سلمون بصلصة سوجة والعسل، كتجي جديدة بزاف وسهلة في التحضير. تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ناخد سومو كيبقى على حسب عدد أفراد اللي عندكم. غادي ندير عليه رشيشة ديال الملحة من جوج جوايه كيف ما كتشوفوا معايا. الملحه ما نكتروهاش حقاش ديجا غنديروا الصوص سوجه وكتكون ديجا مالحه. غادي نخليه. غادي ناخذ دابا واحد المقله كيف ما كتشوفوا، درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده وغادي نخليها تذوب. من بعد ما دابت لي ديك الزبده خديت العسل كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذ معلقه كبيره ديال العسل حتى هي وغادي نزيدها على داك الزبده. غادي نخلط داكشي مزيان حتى غادي يتجانسوا العناصر مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. من بعد كناخذ الثومه، خديت تقريبا 4 دروز ديال الثومه، قطعتهم رقاقين بزاف بحال هكا. كنخلط دوك العناصر مع بعضياتهم حتى يتجانس ليا الخليط كيف ما العاده. ومن بعد غادي نزيد هنا زدت معلقه كبيره ديال الصوص سوجه. سمحوا لي تقطع ليا الفيديو ما سجلش. كيف ما كتشوفوا زدت معلقه كبيره وخلطتهم مع بعضياتهم. كنخلي يغلى واحد شويه ومن بعد كناخذ دوك الطروفه ديال السومو كنحطهم في هذاك الخليط. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما حطيتهم كيف ما شفتوا، غادي نزيد عليهم عصير نص حامضه. غادي نعصرو مزيان. من بعد غادي نخلط دوك العناصر باش يتجانسوا مع بعضياتهم وغادي نبدا نحط لاصوص هكا فوق الحوت ديالي باش يتشرب هذاك السومو وديك لاصوص حتى هي من الجوانب بجوج. كنستمر على هذه الطريقه، هو ما كياخذش الوقت بزاف اصلا، السومو كيطيب في ساعه. من بعد ما كيطيب لينا السومو من جهه كنقلبوا للجهه الاخرى كيف ما كتشوفوا ونحاولوا غير بشويه حقاش في ساعه كيطيب وباش ما يتهرش لينا. غادي نخليه حتى غادي يطيب صافي وغادي نحطوه في طبق تقديم. كيف ما شفتوا معايا البنات، هو السمك ديالي طاب. غنحطو وديك الساعه نتوما كل واحد وشنو كيعجبو باش غادي يرافقو. انا درتو غير هو بوحدو، رافقتو مع الرز، سلقت شويه ديال الرز وحطيته معاه، كيجي رائع بزاف بزاف ولذيذ. نتمنى الوصفه ديالي تجربوها ونتمنى تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. كيف ما شفتوا معايا راه ما كتاخذش الوقت بزاف والمذاق كيجي رائع بزاف بزاف. غادي نحط معاها الرز كيف ما شفتوا ونخليكم حتى نوريكم الطبق النهائي. وهو كيف ما شفتوا الشكل النهائي للطبق ديالي، كيجي رائع بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقطع لكم واحد شويه باش تشوفوا كيفاش كيجي رطب زوين بزاف وما كيجيش ناشف حقاش ما طيبتوش بزاف.
نتمنى تجربوا الوصفة ديالي وخليتكم على خير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.